قال إن بينك وبين الفنان بيومي فؤاد في خلاف كبير. مين يا أستاذ بيومي؟ إيه السر؟ لا مفيش خلاف خالص؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ مين اللي قال ولا أنت؟ مين اللي قالك إن في خلاف بيني وبين الأستاذ بيومي فؤاد؟ أنا مفيش خلاف ليه مصادر أنا برضه؟ على فكرة أنا لسه كنت بعمل حاجة أنا أستاذ بيومي بس ما كانتش في مصر، أنا وبيومي فؤاد وشيماء. يعني مفيش أي خلاف بينك وبين الفنان بيومي فؤاد؟ لا، ممكن مثلا يعني كده مناوشات كده في التصوير، إنما ما كانش في خلاف ولا حاجة. لا خالص؟ لا، ده راجل جميل بيومي فؤاد، ده سكر.